يقع مركز تأشيرات قطر في مجمع SM مول آسيا، وهو ثالث أكبر مركز تجاري في العالم. المكتب جزء من مبنى الجامعة الوطنية، ويقع في إحدى أسرع المناطق التجارية تطورا في مدينة باساي، التي تبعد 15 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة عن وسط مانيلا. التنقل إلى مكتب مركز تأشيرات قطر مريح للغاية، حيث أن المنطقة متصلة جيدا بخدمات النقل، الحافلات والمترو. لدى المركز قدرة استيعاب 350 طلبا في اليوم، وأكثر من 95 طلبا سنويا. عدد الموظفين لإدارة المركز 12 موظفا للقياسات الحيوية والبصمات العشرية. منطقة أخذ البيانات الحيوية والبصمات العشرية في مركز تأشيرات قطر 700 متر مربع. عدد الغرف لتسجيل البيانات الحيوية والبصمات العشرية 6 غرف. الوقت المتوقع لتسجيل البيانات الحيوية والبصمات العشرية حوالي 20 إلى 30 دقيقة. ثمانية وعشرون موظفا للقسم الطبي. عدد غرف التمريض 7 غرف. عدد غرف تصوير الأشعة 5 غرف. عدد غرف فحص الطبيب 6 غرف. مساحة المنطقة الطبية QMC 900 متر مربع. وللمعاملات الطبية حوالي 45 إلى 60 دقيقة. مركز تأشيرات قطر، ضمان لك وتسهيل لإجراءات عملك.